بخافش من مراتي، انا بخاف من مراتي. الزوجة 18. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في رمضان في البيت على هوم سينما، والمسلسل اللي هنعمله رياكشن النهارده هو مسلسل الزوجه 18. هو تيزر، هو مش يعتبرش تريلر لان هو مجرد 50 ثانيه بس. انا عندي مشكله مع حسن رداد بصراحه، مش بتقبله قوي يعني، مع كل كامل احترامي دي، بس انا مش بتقبله خالص، سواء في الكوميديا ولا في الدراما او حتى كممثل. يعني ان هو يعمل مسلسل وانا اتقبله دي شيء صعب يعني، لان انا اصلا في العادي مش يعني مش من محبينه قوي على السينما يعني، فهيبقى صعب قوي ان اتفرج عليه 30 يوم. بس يمكن المسلسل يطلع حلو ويعجبني، يمكن ليه لا يعني. كالعاده طبعا ما شفتش المسلسل ولا مره التريلر بتاعه، هشوفه دلوقتي معاكم لاول مره. يلا بينا. الزوجة 18 رمضان 2009. ما بيخافش من مراته بس بيخاف من مراتاته. هو تقريبا هو متجوز فعلا 18 واحدة ولا مش عارف، وبيتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق مش عارف. وانت ما انا حتى التيزر ما وضحش اي حاجة، انا ما فهمتش حتى اذا كان هو مسلسل كوميدي ولا مسلسل دراما، انا مش عارف، بس اكيد يعني من الاسم ومن التيزر يعني اكيد هيبقى كوميدي يعني. انطباعي للتيزر ده بصراحة سيء، مش عايز اقول ان هو عجبني، حاسه سيء من التيزر، وزي ما قلت ما اعتقدش ان هو كان ممكن يغير رايي يعني. ما اعرفش هيبقى ليه بقى تريلر هنا على القناه ولا لا، هشوف يعني، ربنا يسهل لسه. بس كنت اتمنى ممكن يكون حاجه احسن من كده بكتير يعني. بطوله لحسن الرداد، وفي بقى معاهم ممثلين جداد، غنوه محمود وملك بدوي، وفي ناهد السباعي، محمود البزاوي، وسلوى خطاب، وهيدي كرم، ومحمود الليسي. التاليف لمحمد ابو السعد، والاخراج لمصطفى فكري. مصطفى فكري ده اللي عمل او اللي اخرج مسلسل نصيبي واسمتك الجزء الاولاني والجزء الثاني. ترقبي من مسلسل يعني بالنسبه للتيزر ده مش كتريلر، نسبتي يعني ترقبي مش هيبقى اكتر من 4/10 بصراحه يعني، لان انا مفيش اي حاجه خالص شدتني بجد في اتفرج على تيزر. والله العظيم انت ممكن اتفرج على تيزر 20 ثانيه يعجبني جدا جدا، ومش محتاج حتى اعمله تريلر، وانا عارف ان انا فعلا هتفرج على المسلسل ده من 20 ثانيه. بس انت لما تقدم لي 30 ثانيه والمنظر يبقى عامل كده، معلش يعني التيزر عباره عن ايه؟ هو بيلعب جيم ولا هو بيتمرن وبيستحمى وطلع بالعربيه؟ فين التيزر في الموضوع ده؟ انا كمان ممكن اروح العب جيم واشيل حديد واروح استحمى واركب اوبر وكده عملت مسلسل يعني، عملت تيزر يعني، فين التيزر في الموضوع يا جماعه يعني؟ بس ما عنديش انطباع تاني خالص المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانيه قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. انا ما بخافش من مراتي، انا بخاف من مراتاتي. الزوجه 18 رمضان 2019.